نعتقد أن الحكاية بدأت هنا في المرتفعات الإثيوبية الشرقية القارة الإفريقية. تنمو شجيرة قهوة الأرابيكا في غابة يزيد ارتفاعها عن 1000 متر فوق مستوى سطح البحر في منطقة كافة القديمة. منذ قرون خلت وحتى يومنا هذا ما زال المزارعون يقطفون حبيبات توت القهوة الحمراء كرز البن، ثم يجففونه قبل أن يصار إلى تحميصه، فتأخذ اللون البني وتفوح منها رائحة زكية فريدة من نوعها. إذن كيف غزت حبوب البن كوكبنا لتقدم إلى العالم مشروباً وطقساً تقليدياً في آن؟ للإجابة عن هذا السؤال لابد من أن نعود بالزمن إلى العصور الوسطى، يوم نقلت شجرة البن من إفريقيا. ففي القرن 12 تم تدجينها وزراعتها على الساحل اليمني الجانب الآخر من البحر الأحمر. اعتاد الإخوة الصوفيون اليمنيون خلال طقوسهم الصوفية الليلية احتساء مشروب مر وحاد المذاق، له مفعول منشط قوي لاحتوائه مادة مهدئة الكافيين. احتكر ميناء المخا في القرن 15 تجارة البن الرائجة آنذاك، ومنه وصلت القهوة إلى المدن الإسلامية المقدسة مثل مكة والمدينة. وفي القرن 16 نشرها الحجاج في أنحاء العالم الإسلامي في بغداد ودمشق والقاهرة التي أصبحت أكبر مركز لتجارة القهوة في الشرق الأوسط. وفي العام 1554 افتتح أول مقهى لشرب القهوة في القسطنطينية عاصمة الإمبراطورية العثمانية، وكان فنجان القهوة يشرب مع تفله وكثيرا من السكر، ولم يكن مجرد مشروب بل أسلوب حياة. وفي منتصف القرن 17 راجت موضة المقاهي في قارة جديدة هي أوروبا بفضل تجارة مدينة البندقية مع بلاد المشرق العربي. اعتبرت القهوة في باريس ولندن وأمستردام وفيينا بادئ ذي بدء منتجاً فاخراً لقي رواجاً في البلاط الملكي والأوساط الأرستقراطية، ومع مرور الوقت انتشر بين طبقة البرجوازية وزاد الطلب عليه في أوروبا. لكن شجرة البن لا تحب الشتاء البارد، لذا تنمو أساساً بين المناطق الاستوائية. لذلك بدأت الدول الأوروبية في القرن 18 بزراعتها في المستعمرات التابعة لها، وهكذا بدأت في جاوة التي استعمرتها المقاطعة الهولندية المتحدة، وأدخل الفرنسيون والهولنديون زراعة البن إلى أراضيهم في الأمريكيتين في جزر الهند الغربية وسورينام وغيانا، ومن ثم في شمال البرازيل التي كانت مستعمرة برتغالية. ومثلما قامت زراعة قصب السكر على العبودية، كذلك اعتمدت هذه الزراعة النهج نفسه، فازدادت تجارة الرق وطالت الملايين من العبيد الأفارقة مع ازدياد مزارع البن فيما كان يسمى بالعالم الجديد، واستمر هذا الوضع حتى نهاية القرن 19. دعونا نلقي نظرة على جغرافية القهوة في العام 2021، فهي لا تزال متأثرة بهذا الماضي وتعكس عالماً من التبادل التجاري غير المتكافئ. لنبدأ بالمنتجين. تتصدر البرازيل القائمة، تليها فيتنام، فكولومبيا، فإندونيسيا، وأخيراً إثيوبيا. تتربع البرازيل على عرش إنتاج كرز البن في العالم من دون منافس جدي. تنتشر المزارع الضخمة بشكل رئيسي في جنوب وشرق البلاد، وتنتج أكثر من ثلث كمية القهوة المستهلكة حول العالم. وهي تزرع قهوة الأرابيكا في المقام الأول، وفي المقام الثاني تأتي الروبوستا، وهي صنف آخر من القهوة يحوي نسبة أعلى من الكافيين وينمو في السهول الاستوائية. تلي العملاق البرازيلي أمريكا اللاتينية التي تعد اليوم المنطقة التي يزرع فيها معظم البن المستهلك عالمياً، في كولومبيا الثالثة عالمياً والبيرو، وفي وسط القارة في هندوراس، المكسيك، وغواتيمالا، ونيكاراغوا، وكوستاريكا. منطقة رئيسية أخرى تنتج اليوم هذه الحبوب الثمينة وهي آسيا، وتؤمن أكثر من ربع كمية القهوة المستهلكة حول العالم. وتضم هذه المنطقة كل من فيتنام ثانية أكبر منتج في العالم، وإندونيسيا الرابعة في العالم، والهند. لنلقي نظرة قريبة على فيتنام، حيث دخلت زراعة البن إليها خلال فترة الاستعمار الفرنسي، ثم طورت على نطاق واسع في الثمانينيات في مرتفعات المقاطعة الوسطى، حيث شجعت الحكومة بدعم من المؤسسات المالية الدولية ملايين الفلاحين على ترك السهول الساحلية من أجل زراعة شجيرات البن. واهتمت فيتنام بزراعة قهوة الروبوستا لتجني أعلى معدلات الإنتاج في العالم، لكن في ظل المخاطرة باستنفاد تربة أرضها الزراعية. أما بالنسبة إلى إفريقيا التي تأتي على هامش التجارة الدولية، فتنتج 11% فقط من الإنتاج العالمي للبن، لسيما إثيوبيا والتي تحتل المرتبة الخامسة للإنتاج العالمي، بالإضافة إلى أوغندا وساحل العاج وتنزانيا وكينيا.
إجمالاً يعيش قرابة 125 مليون شخص من زراعة البن في 50 دولة استوائية تقريباً. تمتلك الغالبية العظمى من المزارعين أقل من 5 هكتارات ويبيعون محاصيلهم للتصدير. وهكذا يتلقى هؤلاء المزارعون في دول الجنوب ما يعادل 5% تقريباً من سعر علبة البن المطحون التي تباع في المتاجر الفرنسية أو الألمانية. سنتعرف الآن على شاربي هذه القهوة عبر خريطة للاستهلاك السنوي للفرد، ولنبدأ من أوروبا. يتناول سكان لوكسمبورغ يليهم الفنلنديون نحو 12 كيلوغراماً في السنة للفرد الواحد. أكبر مستهلكي القهوة المفلترة الخفيفة هم السويديون والنرويجيون والأيسلنديون، وهي تحظى أيضاً بشهرة في ألمانيا. أما الفرنسيون والإيطاليون والبرتغاليون فيفضلون قهوة أريستريتو الثقيلة، ويستهلك الفرد الواحد منهم 5 كيلوغرامات سنوياً، ويستهلك الأمريكيون الشماليون كميات كبيرة من قهوة اللونغو، وأخيراً يعد البرازيليون المنتجين الوحيدين الذين يستهلكون جزءاً كبيراً من قهوتهم نظراً إلى ارتفاع مستوى معيشتهم. وباستثناء البرازيل، يمكننا أن نرى أن جغرافية الإنتاج المرتبطة بالمناخ والتاريخ كما بجغرافية الاستهلاك معكوسة تماماً، وهذا ما يجعل من القهوة منتجاً زراعياً كثير التنقل، إذ يتم إرساله بواسطة الحاويات الكبيرة عبر البحار من البلدان المنتجة إلى البلدان المستهلكة. توضح هذه الصورة منذ منتصف العام 2011 الهبوط الحاد الناتج عن زيادة الإنتاج بشكل خاص من 3 دولارات للراتل إلى أقل من دولار واحد في العام 2020، ما يعادل أقل من يوروين للكيلوغرام، ما انعكس على المزارعين زيادة في الفقر والهجرة. لننتقل الآن إلى شركة تحميص البن، أي صناعة تحميص حبوب البن لاستخلاص نكهتها، فيما يأتي البلدان التي امتازت بصناعة القهوة. فبعد البرازيل وفيتنام تأتي ألمانيا وسويسرا، تستورد هاتان الدولتان الأوروبيتان القهوة ثم تبيعانها من جديد بعد أن تكون قد أضافت إليها قيمة كبيرة. لدينا أيضا شركة توزيع القهوة التي تخصص لنفسها أكثر من 50% من سعر مبيع علبة قهوة، إذ يهيمن على هذه السوق التي تبلغ 200 مليار دولار في السنة عدد صغير من الشركات المتعددة الجنسيات الأوروبية والأمريكية، أشهرها شركة صناعة الأغذية الزراعية العملاقة نستلي السويسرية المنتشرة في أنحاء الكوكب. هي الشركة الرائدة عالمياً في صناعة القهوة، والتي اخترعت القهوة القابلة للذوبان في العام 1938، وكبسولات القهوة الشهيرة التي تستخدم لمرة واحدة في العام 86. هذا الابتكار الذي غزا سوق المستهلكين، لسيما الفرنسيون والألمان والأمريكيون، ورفع سعر كيلوغرام القهوة إلى قرابة 60 يورو. تحتفظ كبسولات الألومنيوم هذه بنكهة القهوة، لكن جزءاً منها يذهب إلى مكب النفايات، إذ لم تتعدى نسبة إعادة التدوير في فرنسا 30% في العام 2020. من المفهوم أن تحديات زراعة البن المستقبلية عديدة، وبينها دفع بدل أتعاب منصف للمنتجين من خلال دعم التعاونيات والفروع التجارية العادلة المستقلة تماماً عن الشركات المتعددة الجنسيات، تطوير الحراجة الزراعية لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري، والحد من ظاهرة إزالة الأحراج، إذ إن طعم القهوة يشهد توسعاً مستمراً، وبالتالي يستمر ظهور أسواق جديدة مثيرة للشهية، وهذا ما سنلقي الضوء عليه في ختام حلقتنا. إليكم خريطة انتشار مقاهي ستاربكس حول العالم، 32,000 فرع في أكثر من 80 دولة في بداية العام 2020. مقاهي الوجبات السريعة الأمريكية هذه ذات القوة التسويقية الهائلة تقدم قهوتها للملايين من زبائنها كل عام في أكواب من الورق المقوى غير القابل لإعادة التدوير. تأتي الصين ثانية بعد الولايات المتحدة في عدد هذه المقاهي، وقد بدأت الصين زراعة البن في مقاطعة يونان للتخفيف من الاعتماد على الخارج. نملأ الأرض عطفاً في شهر العطاء، نتقاسم ما يترك في قلوبهم حلاوة وفي أنفسنا الرضا. نعزز أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة
ومبادرة تطبيق شير ذا ميل لتبني واحدة من أسمى قضايا العالم، وهي القضاء على الجوع. في بضع خطوات فقط بإمكاننا توفير الطعام للأسر المحرومة من خلال شير ذا ميل. في شهر الجود والكرم نرسم البسامات على الشفاه ونتقاسم الفرح. إيثاركم لوجبة إفطار يترك أثراً طيباً. الشرق معاً نضع النقاط.